وكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يحضر بعض الفرد له فهو أخ العصيبة المفضلة. وحائل أخر ماضي وإن أدن بيين يقول كفرها لي فروض يبث يحقب حلائين وأصحاب الفروض يعدوا بالفرص يحقب حلائين يسترق لا يقضح في فرص تأسين وفي مرة واحد في اللنقات ينسوك في يسيحو على يرسل في هذا الصهر إن معناه رحوي بث واحد حلائين الثانية لو أتنك أهار أنه في ضدوك يسوان بث رب ما واحد حلائين يضرع عصر ما واحد حلائين عبر الظروف في مركز ونوتو عبيل في فانفانسون بها المماركز ونوتو هذا اللي كيف تنظوها اللبات عالك مركز ونوتو جلية قيس كلمات هو رسولة المسلم قيس كلمات هو ذكا كود أحلا عصو النمو وحود أحلا مركز وفي مركز كود اللعوي في حسان وقيحه عصو روح الإنسان العصو إنه قيحه أيو شيخ كود اللعوي يعني إنه تعريفيه أيو كود اللعوي مركب سوري وحق أما وحق أن نسرع في التعصيب بكل قول موجود المسيح انت الناس بجرين عطلوه على وقته وحنوك إلى مركب روح على وقته إليها على وقته وضع على وقته إليها فإذ بوحل إلى هذا عصب بالسبب يعصب بالنسب الله سيطة بحي مركب يعني الضبع عصب اللي ممكن نقوله يا ضبع دراجي هي ضبع نصب دراجي عصب كل غنى هو مرة الضبع كل نقوله يا وقلبي عفتك سببتك يعني وحوه كل نقوله يا حصوله كل غنى وإنه تلك هنا يعني السبب كالتالي إلى الحلال ميسن وحصب اللي ما يكون الحلال وحوه وحرين في تأيينها ما دام عين حريين ومركي يوسيه ورعضونها يغني في جيدي في أي أهايان سبب كان في دحل في كتب التبسة وحل إلى هذا عصبة يعني بالسبب بلين أما عصبة النسب وهو يجي اللي سنسب في كتبين نسب بعد كتبين إذا لك أكتبين هو يجي أمريكا لبقى يوضبه كلا بيك دونان أو صدح يوضبه كلا بيك دونان يعني وحو يعصب النسب يعصب الغيب يعصى مع الغيب شبح لك الوضع يمكن أن يخذ الله تعالى تعالى وأنا ترحد وأنا نفسك سواحة من نفسك ابن مركو التعريف الجديد على الشيخ معناه رحوه كده يجب الشيخ يقول هو حق وحا واجبي وحق لواجه غلا لشيخ وحق وحا واجبي أن نسرع إلى نجد الجلو في التعصير عصبين في إلى نجد الجلو أي واجبي يجب قوة جديد بينما أهل الفرائض يصحاب الفروض تطرب حليك وحينه وحي يد وحوي وتعصيبك مركا وحوي من حيث التقسيم أي قوة جديد وحواجه إلى وجد الله في التعصيب عطبين في إلى وجد الله بكل قول هذا الكل إلى وجد وجد الله هذا الكاس موجز للجاذيين مصير ومعنى وحوي ليس لدون يصحاب الله أصيبه يمعنى وحوي حق أصيبه قول كاس وثلاثة إن أنشد رجله أي واجبه معنى هذا الجابل وهذا الآن معنى وحوه يخلو كثيرين كثير من رجل وحوث هنا أي أنشد رجله إلى أبوه تعطيه في أما قمر يعطوه نور وحيد حيث فكل من روح كله أحرز قاسه كومة كل المال يخلوه من كومة ومن القرابات قرابون سأس أو الموالي أما طوي كبيرة هاي وحرية أو أما شيء كان وحاؤها هذي من كان ما شيء يفضل صهرة بعد الفرض عاب الفروض متى وصل لقاتان كبير إنه إفضلوها هذي فهو من كان في أخ العصوبة وصاحب العصبة من كان في وحوي عصماء يساحيب أيهاي عصبتي المفضلة إيه اللي فضلي إيه اللي فضلي أصحاب الفرد إيه اللي فضلي ما وحكو تعريفي مركب وحكو جلي عطوه حليلان
اتسقوا ورسولة كمدة ومركي او سليستو اعلم هو دوض قادلين ابو سليستو وصل اتسليسة لسوهي اعلم هو دوض قادلين احرج كل المالي اوزد حدير لسوهينا وضد اصحاب الفروض عي لسوهينا مركي اصحاب الفروض توصل بقاتين كدف نتسقوا ده ايه وحل الهناء عطب الله بعضكم يعني اولا حالو ليه حدين كليستو حوله ودنب ودقادل حدين لنشيو جنة بس اللي هي أصحاب الفروض كاوحة ودي مخي قتان كدب إذا أسوها روخاتا من كاتاوح على بها يعني وحو عطوان عطوان كتالي معنى وحو يران ووارث كستا والسهل مقدر إله سبحانه وتعالى إفتاك كتاك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وارثني وحمد عليه لكن سهل مقدر وحمد عليه قال والله تعريف يعني تعريف من مركز تاخو وعلي الهداء وتعريف بالحكم يعني الحكم كنقع الطولع أي وحو يهي حدو كان يستنى إلى طولعه ودقاته حدين لنكي وقال وحو سهرين وحكم كيسي لكن تعريف كيسي ما أولا حدين سيدة حكم كيسي اللغة تعريفينا وحكبنا سيدة وحو يسيرين تبهان دور وتسان سن يعني وحو يهي لما جرين ترى عصوة دي إلا حكم كيسي إلا جرتم وغير دون كيرا لما جرين ترى إلا حصوري إلا جرتم وغير دوني تصوص بمعلمات معنى واحد يقول ما يكون لغاية معنى بوك كيرا لو تشيري كيف تعريفك إذا كنت تعريفي عصبني بتعريف لكن واحد لك جزيك توابي كيف مركو تعريفي سيدي بوصو كل ما تسري سري أو سريين أو عقيري كالأبي والجد والجد الجد وكل مالك فأسا مركا بوك كيرا بحليك كيف سيئا مركا عصبات أسا لدابكي عصب واحد لها ذا روحي منكو كريه السنة أولها وضع قادمي حدين لنشي وغلا ضدك لنشي وغلا أصحاب الفروسة وصول مرضي قاتل كتب وحاوصة ورقاتون مثلا ليس بعد انت مثلا في ويل كيف تكفي هل ويل بوح ورطاء كتب وكيف ويل كان في حولها وضم بصور قادمي حولها وضم أصيبها بصور قادمي في سالها فإيكا لبعد يسعريك في سالة دي من رحوه مثلا ويل يوزو كتبه يأديه بكتبه يقول ليس كل ليس يليس أبي وكذا أبو معه قابلة يا تدس مقابلة ويحوصها لنا وينك قابلة وكذا يحكي الطقر صورة فيه ماذا أيا عصب الله بهذا كل من فكل من روح كل جي أو أحرز صورة كل المال حوله من صورة أو رقاسة ومن القرابات قرابين في حج الشكاعر أو بالموالي أما سيدي بحق وكاء هذي أو أما سيد يعني صوله هذا الموضة قادمه كان وحا أؤه هذي ما كان وحا أوثه هذي ما يفضل وحا صهره بعد الفرض بس فرض لها مركي قاتل كبير وحي صهره أيان له إسر أؤه هذي فهو مثال هو الحديث أولا لغنسة لودي أولا لغنسة من أحرز كل المال إيه ما كان يعني كان ما يقبل بعد الفرض له لو لا هو يلغي فهو مكافي أخو العصوبة عصبات صحيح كذي انت عصبة الليلة ويان عصبة المفضلة لقفض لي أصحاب الفروض لقفض لي يعني مذهب في وقع قضاء وصوت المهلي ما أصحاب الفروض كحيض بدل أفض بدل متواحى أفض بدل عصبة أفض بدل فيه مركب وحيو قضاء نزل تقولنا يا إني أصحاب معنى عيقود بهم عطوه تفضل بهم إن كحوا بهمت معنى وحين كل سياء وحي ليه يهين لأنه وحو أصحاب الفروض تهديئة يقولها كوكا ليستان مورق علي كرام مورق قاتل فرص كيسا يسوك قاتل بسرغات لكن وحو يعطبه وحوله وطنبه ورق علي سنسك ذلك حبريان قولنا كانت أنا مدهب تقلنا ومدهب تقلح إن معنى وحو يهين أي أصحاب الفروض كحوا بهم يهين لماذا؟ لأن واحد ويان أيها هرت الله جهر مرينا سلامات واحد لقيا واسحاب الفروض حوالي يمتين ورقاتان إنه يستوى تيومان عصوات يا إليل بناك سبعة يا لقيا سلامات أمرك واحد ويان أي تبتح الفروض ويان أي معنى واحد ويانا بسرعة القوامة ليش أكيد مرك من القرابات أو الموالي وحو تلماما يا عصوات الله ولا يريد قيدا يعني صوت المالي عصوا بالسبب وعصوا بالنسب والله عصوا بالنسب ومن القرابات عصوا بالسببنا ومواليه ويروح الخاص قطعه يديه روح الانتين ايهاي
أكل في شيء وأضولها لحريين في ميدي في برطة حريين يسي في حريين عصبتي في من نفسك أها ولما أنت تعصب النفسك يعني وحو يا أيا عصب أها بجوك وفريشان يا وحو قصة طيوة عصبها دي لوائنا مركة كانت مركة تعريف في نفسي يسيحه وقالوا أتا وحل دهك عصبني لا لما أما محل كورا وحاولوا الجليل أيا مارك لو دلسان يا وحاكم له قوله تعالى ولأبويه لكل واحد مما ترك ولأبويه ولكل معاك ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس عيب كيف يروح عليها دي أبيه لهويد جيش بحليان مش تسوي إليه السدس بولي حديث معنى وحوي أوشوه عروتي ليس هذي شوه مركز سواح عليها دي عروتي ليس أي سنسوهي هويد السدس بلان هذي أول مركز إلى الحالات دي هرأوا نشوهي حالات دي هرأوا ليس عروتي كتبه وحليه مكسو سدس بولي حالتي الدنبع عرور أين ميسك وبالنسك علينا وحال يريه ويدي سيرك بينات حال يفهم يا أمرك وحال يفهم يا آبيه واحد ظهر إليه ليه فهم الصواب حمال يعني آبيه واحد ظهر إليه ليه هاي أيا ميسك أيضا على قصة الله وحال كما نودر لسنا يا حبيث رسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائب بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فكا أصحاب الفروض حق ومسية فروض ومسية وإذا صهر له ليس كلمته أجوده من أهان أياء السلف النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن أولاد بن سلام كالأبي والجد وجد الجد والإبن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق بالإنعام وهكذا بنوهم جميعا وكل ما أذكره سميعا عبد مكة وحقوق العوئي نقول سيره عصبتي مركز تعريف جوج بكثير مركز سوء وكثير يا وصاليات وكثير معي وكثير لنا سأل أبي أبوه أو ثلاثون إيو الجد أووجي أو ثلاثون إيو جد الجد أووجي أووجي لون إيو الإبن يميل في نيس قبلي عند قربه مركو دواده إيو البعد مركو فقاده مركو دواده ومركو يهي ابن الصلب مركو يهي مركو فقاده لوحوه ابن الابن ابن مهما نزلا وصفه وصفه جعبنا والأخ ولا الكيوز وابن الأخ ولا الكيوز كيوز أخافي وأخي شقيقها أما أخي لأبتع هون لكن أخ لأمك عصر مجل وأخ لأب أما أخ شقيقه وابن الأخ إثور وصفه خلاص ابن الأخ شقيقها هي ابن الأخ لأبتع وإبن الكيوز أما ابن الأخ لأم مصدل والأعمام أذي الربي با يغلى دحلي أذي الربي أيا يغلى دحلي أذي الربي يغلى وحوي وأذيركي يعني وحوي حق أبي حق وهي شقيقها هي أذيركي لأبكاها معنى وحوي حق أبي ذكر ميسك أذير بالله ما والسيد سيسي وي المعتق إيه حريني ذي الإنعام المعلمين توصحيكا يعني روح الله دحل يقول لن اي قريش ومن اي انا قريش هو يعني وحوي انعام ونعمه وإيمان قلت بكلية قلت قريش بكلية وهكذا وحى يدر اللمس بنوهم ويلسوا دين واسدوا كلي جميع دمانتهم فبنوهم توحى يقول لك قريشة اعمامك يصي سمعتقة سي سمعتقة هي اعمامك ويلسوا دين يقول وحضي دحليا ووحو عمتي المارسي وعصبتي ويا المهر فكن أهو لما أذكره وحو كوتي يديو سميعا مدى يشكو مقرأه وصلنا كان هريو مركو وصوت المانع عصبتي وصدح قيبوت وعصبتي بالسبق وحويا بالنسب عصبتي السبب عصبتي النسب أي صدح قيبوتك البحر عصبتي النسب يا عصبتي الغيب يا عصبتي مع الغيب صدح قيبوتك البحر عصر للنفس وحل الان لبكفة
oo isagii iyo meesha aan madduu dhaxayna wagaa kullu dhakarin laa yadkhulu fi nisbatihi ila almayyit unsa wax madduu oo isagii meesha u dhaxayna jiro sawir waa lab oo jira taasa waxa la ilaahay casoob nafsi casoob nafsi galay yani waxa soo galay wiilashi iyo wiilashoodii waxa soo galay aabihi iyo awoowgii waxa soo galaya walaalihii wiilashaa oo sida oo maxaa walaalaha wiilashii waa kuwii aan ahayn xagga hooyo bas aan ahayn labadii kala wad shakii ashiqadii iyo waxa weeyaan kii la aqaawo wahaakadaa adeeradii oo sida laanna waxa weye adeerada minkii iyaga waxa weyn uma dhaxlo qaacidada iyadaa marka waxa waxa wixii soo gala ayaa marka waxaa la yidhahdaa casabatu minnaf lab kasta oo isagii iyo meysa uusan u dhaxayn dhadiga uysan u dhaxaynin ayaa waxaa la yidhahdaa casabatu minnaf yacni waxa weye daasadiisu casabo u yahay ninna uma baahna inuu casabo ka dhigo ninna inuu casabo ka dhigo uma baahna sidiisu casabo ku yamaan waa madax banaaya macna taa waxaa la yidhahdaa casabatu minnaf inta uu meesha inoogu tagay kulli marka casabatu minnaf bay soo gelay wixii sayidka ka soo ahay ana sayidka waxaa nidi isagu ma aha yacni waxa weeye waa casabatun bisabab laakin nasaba maa casaba bisababkii hore ayuu soo gelay marka inta kale uu meeshan ku tagay kulligood waa casabatun binafsi weyaan casabatun binafsi weeyaan dhowr jiho ayay marka yeelanayaan jihooyin baa loo qaydiyaa jihooyin baa loo qaydiyaa jihooyinka marka waa isku khilaafsan yahay qaydintooda laakiin afar jiho ayaan maaragtay tilmaamayna jihada koobaad waxaa la yidhahdaa jihatu lbunuwa jihatu lbunuw waa la yidhahdaa dhanka wiilasha wax alla wixii ka yimaado dhan jihatu lbunuw waa la yidhahdaa ujeeda wiilka wiilashiisii wiilashii kasii dhatay ila aakhiri maarata wa inna jihatu lbunuw waa la dhahaa jihada labaad waa jihatu lubuwa xaggii aabo jihadi wixii ka yimaado yaa soo gelaya marka awowgii iyo awowgii iyo awowg kale waxaasaa soo gelaya ubuwa jihadaasa ka yimaada jihada afraadi waxa weeye saddexaadi waxa weeye waa jihatu lukuwa oo waxaa soo gelaya walaalihii iyo wiilashoodii walaalihii iyo wiilashoodii jihada afraadna waxa weye waa jihatu lcumuuma jihada adeernimadu oo waxaa soo gelaya adeeradii iyo wiilashii ay dhaleen afartaa jiha loo qaydiya macnaha waa kusoo koobmaysaa qaabkaasoo kaleeto macnaha doo ta kale jihooyinku waxay ku anfici doonaan imaan doonta insha allahu tacaala markii aan kala hormarinayno yacni waxa weye markii intay isu yimaadaan la doonayo in la kala hormariyo oo qaarkood macnaha waxa weeye qaarka kaleeto macnaha laga dhaweysto yayna anfacaysaa jihooyinka iyagaa maarata inaan la dhigsan qaarkood waxa weye jihooyinka ilaa lix bay ka dhigan macnaha ilaa shan bay ka dhigan oo qaabka ay u qaabeeyaan kutubta qaarkood waxay yidhahdaan jihatu lbunuwa iyo jihatu lubuwa iyo jihatu ljuduuda maca aluquwa halbin dib bay ka soo qaadaya yacni jadkii iyo wax alla wixii jidkaa jadku ku yimaa iyo walaalihiibay hal jiha ka dhigma limaada lianna waxa weeyaan way leyska way u siman yihiin qaabka wax u dhexlaana insha allahu tacaala baab mufasala lagu keeni kara marka waxay odhanayaan aljuduuda maca aluquwa oo hal jiha waa saddex sooma uquwadii marka maadaama ay jadka la sheegeen waxay odhanayaan jihada kale waa bani lquwa bani lquwa yacni walaalaha wiilashay dhaleen bay jiha mustaqbila ka dhigan jihada kaleetana waa cumuumadii waxaa soo wadagelay marka cumuumadii iyo wiilashoodi baa soo wadagelay tan uquwada marka waxay u kala reebeen wiilasha iyo macnaha walaalaha waxay u kala reebeen iyo wiilashooda walaaluhu wiilashooda waa ka darajay koreeyaan oo jadkii la darajay maan laakiin wiilasha ay dhaleen jadka waa ka darajay hoseeya oe adiga waxa weeye jihooyinka saasay u qeybqeybiyaan maan kal abi aabihii oo kaleeto wey iyo waljaddi awowgii iyo wajaddi ljaddi awowga awowgii iyo walibni wiilkii cinda qurbihi markuu dhawaado iyo walbucdi fogaashahaba markuu fogaado iyo markuu dhawaadoba walakhi walaalkii yani markuu fogaadi marku dhawaado macnaheeda waxa weeye alibnu wabnu libni mahma nazala midaa kusoo maray walakh walaalkii walakhi walaalkii weye isaguna walaalkaasi labaa soo gelaysaa nabi alakhu shaqiiq oo meysha kii xagga abiyo xagga weyaysa walaalahaayana
أخ لأب فتصدر. أما الإخوة لأم أصحاب من نغران عصام النغران أصحاب الفروض بسهم، لكن عصام النغران يعني هو ليس حقه يتعلى ولا لا ولو من البعض. لماذا؟ لأنه وحو قاعدة يميد برنك يجي ليس محاول بحياة لجي بعض حياة أنصى بي ليس كسو جاري الماس ولو يقول لبها النغران قاعدة يجب حياة. وضم الأخي ولا الكوي لشي سيبا يقول عصوا ذي كمية ولكن ولاك في جورة وولاك الشقيقة ولاك ضالي وولاك حق أعضاء ولاك ضالي بلولك. لكن يعني وحوى ابن الأخ لأم عصوا ما دكتور واحد حزمه كثيرا ابن الأخ لأم ميسا رجع يقول عليه لا ما ولا ليه تحقه وياه من الشيء تلام وأحمد عليه طول كذا ورثوا بدم بقول كذا الوارثون من الرجال هذول قالوا قولوا قتل مكين ولا أعمام أبي الرضي أبي الرضي يقول وحوي وأديرك الشقيقة يوم أديرك حق أبو ميت كلا أو أديرك وقع لكن أديرك حقه هو يزك ميت أديرك وقع كان أحمد عليه. والسيد سيسيوي المعتق إحريي بالإنعام نعمينك صحيحة يعني وحوي ميت كان كل معيسي غرينك أبني أي وكذا. وهكذا سيد كان مرك إتقنا وحا الله بحليا وإتقى هدينا ويقول سيسي صوفر إنسان يعصب أنه وحي بحليا إتقى عسبدي سي بالنفس العالم وكذا. مثلا وحوي نمى الحريش أضمى الحريش مين كان الحريش هو ميت هذه هنا مثل عد طلاقك هذا توقيت لنا مثل واح قرابة حاجة إلى واحد إلى هذا مثل وكذا مرسي عن سوى ثلاثة أما واحد يتوى أصحاب الفروض باتوا عصراني واحد يكا يقلوا مثل هذه هنا مثل واحد أحلى يا مركة هذه جدتي عصبات قوءها النصب عصبات النصب قوءها وقوة مثلا واحد يونس هذه يونس يكتب فرع عمل أباها إيجتي وكذا ولا عليه هذا الشيء هناك هذا الردي وكذا وكذا. يعني السيد هي عصبتك بالنفس ويورا الصعراء هذه السيد اللي هو يجب أن يكون سوف الإنسان يجب الترتيب. أما السيد الله كلها أمرنا وإنهم أنظر إن شاء الله تعالى. وهكذا وحا إيضنا لمدة بنوه هم ينشر رعيا لمدة جميع المنظر يعني بنوه وحا يقول لغني سابع لدي أعمامك يزيس لغني وكذا قصور بانا كثيرا محايا يلين سيدك ينسي سكينية وحمد حلان ينسي بسما عصب النفس في سوطن هي معنى واحد وواحد وعصبانه وحقرح لكن وحقوقه وضيسه ينسي سوطه وما يعني واحد وده إنه معنى السعر كدراجي ساويين. وهكذا وحا لم يغن بنوهم وينسوا ديبا لم يغن أعمام تعذره وينسي دلال هي السيد وينسي ديبا لم يغن جميعا لما انتظر ايه تكون اهو سميعا مده يستنقه لما أذكره وحن كوشي غير بيسيه كرسيب عن بيسمار. وما لذي البعد مع القريب في الإنس من حظ ولا نصيب والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر نصبي. وما من حظ وحد نيفا أمت بنان ولا نصيب النصيب نأمت بنان لذي البعد فقام تشيء صاحبكها وحن نصيب أمله مع القريب في دوامته للسوق في الإرث دحلك دحديث واح نصيب أكمولا والأخ ولالك يا والعم أذيرك أو لأم يا وأبن أسوك ناري أيا أولى أغحق لمالي من المدلي في كسو دواري بشطر النسب نسب كقيت نسب كقيت كاميرا جهة كاميرا في كسو دواري وحا أغحق لمالي لبدا جهة في كسو دواري أبيه يبا ميت معنا وحوي مبعدتها. هل كان لولن بي وحوشيخ كوشي ليا وحا يميلي حدي بسي هذا الصوت المعنى لرواع عصبه عصب النفس لي حدوه كلي جي يعني ومعنى وحوي عصبك لا ايسا لكيهم صدع عليه قادنا اما كل قول هو نقاطه اما بعد اصحاب الفروض وحي قصة هرهاقات وهدوه شوغميشة عاصب كل فيها دنيا. طيب
وحا يتيه المركة عشان وفر بربع ما يشيتين كل جود مثلا ما يشيه مان كل انت توصي ديني اما قيب كمير هو فر بربع ما يشيتين ده مركة اللي هو قال يا الله قال فر مرنين ميد داس ما يشيك عقات المان وحا ندي تقديمك قال فر مرين فضط عصبادة بالنفسك على قال فر مريو مر وحا لغوك قال فر مرين ومركة كل مان مر وحا لغوك قال فر مرين جهاد لغوك قال فر مرين جهة يا مركة لغوك قال فر مرين يا ومعنى هذا هو جهة البنوة أي جهوين كوهر جهة البنوة هذه كويلش يويلش وذي يحكتش وغان معنى هذا هو جهة الأبوة عصب الموت وفرس المايا جهة الأخوة عصب الموت وفرس المايا جهة العموم عصب الموت وفرس المايا موجودة الترجيح بالجهة لله جهة إن معنى هو لغوك لهر مريض وجهة البنوة أهو الرئيسة وحكوئتة هذه هي اللواية جهة الأبوة وحكوئتة هذه اللواية وحكوئتة جهة الأخوة وحكوئتة هذه اللواية وحكوئتة جهة العمومة خصيصة جهة العمومة سيدها سوى الله صلى الله عليه وسلم وهذه جهة الأخوة صلى الله عليه وسلم مثلا وحا مثلا بعدي جهة السمد بين نقضي هل جهة سيما دين هل نواك بدين مركز سوى كلا تمعلا صمينة مثلا وحوي ويلل بيوضا نقضين حجي معنى وحوي ويلل لماذا عيه كوذا يمادين وميت تغيي يمادين اما حجي ابن لماذا يتغيي يمادين اما حجي ولان في نواذا يتغوذا يمادين هل جهي كوذا يمادين وانا بغيه سيلا يلا يا مركز سوى كلا تلا وحا لغوك للرجحة يعني الدرجة الترجيح بالدرجة يعني دوانشها اي ميت تأوطويهين ايا مركز لغوك للحرمرين مثلا ماشي واحد شو ذا ميت ويل خد علي يويل خد علي ويلكي ميت ويل خد علي ويلكي زي بشر موجود هل في أي توري ما دينرو جهلوا ما كانوا هرمريكا لكن واحد لو كانوا هرمرينا يا يعني درجة إنت عي إشيران ميت كأودو ميت كأيا لقى هرمرينا يا كي كفوق وهكذا هبي كل مان ابن الابن يا ابن ابن الابن ويل كويلكي زي يويلكي كسي هو سي هبي كل مان وحلو كلا هرمونيا كل بكود ميت أوده أو درجة هان أوده أيها كلا لا هرمونيا الحالة لا تنسوا كلاه التقديم أو الترجيح بالدرجة أيها الجاهل وحديث سرتكلم إذا جهاد سرتكلم إذا وحلم إذا مثلا واحد ماشي واحد شو وجب هي أبا شو هل جهاد توضي ماذا لكن واحد واحد أنكو كلا رجح إن حرض الله كلاه دواشها ميت أيو كلا دويهن أباها مرت واحد وصل فريستنا يا عصمني وصل فريستنا طيب مثلا جهادي ويكمل دوغين درجتينا ويكمل دوغين كمل دوغين مركز وكلا محال وكلا هرمرين ايا وحا مركز وكلا الوكلا الرجحة الوكلا هرمرين ايا وحا ليلة هذو قوة القرابة قوة القرابة يعني واسمينهين وميت واسمينهين لكن متكود با متك لكحوك بضن مثلا متكود ابيه ويو ميت وكلا ولا ليه مدنا هل أحق أبا بسو كلا ولا ليه ميت أوسمين ميت أوسمين ميت أستعاب وكسو دوانا ميت أوين لكن ولا لغحي أكبرين هاي أو قرابة أهم بان لغحي أكبرين كان أباها بسو كسو دوانا كان أبيه ويو كسو دوانا با كحي أكبرين أستقع مكا لغا هرمرين جهة الأخوة هي جهة العمومة بس كفطرة يعني واحد مثلا واحد كل أخ شقيق أخ هي أخ لأبا ميت كبير هل جهة كوذي ما بين درجة رواك اسميهن وميت وميت اسميهن وحكوك الهرمرين إلى قوة القرابة وكان كحيوك بذن أخ الشقيق أبا وحوك وحا كحيوك وحو كحيوك بذن يهي كان لأبكع كذا وكلاته ابن الأخ الشقيق وحو كحيوك بذن يهي ابن الأخ لأب وجده عمك شقيقة وعكحه بنيهاي عمك لأبكى ابن عمك شقيقة وعكحه بنيهاي ابن عمك لأبكى وهكذا وعلى لا ترجيح لماذا كلمات في سورة قلي ويان ما ساعة مرت وقرا وبرس انت اسمك وشيء غضب انت تقولي بواحد وكثر الجهاد كثير التقديم بالجهة او الترجيح بالجهة مو سنتين لكن وش الشيء
الترجيح بالدرجة ومدوشة ميك اللوك الأدوية هيا هي الترجيح بقوة القرار لا وضع الفقوشين وحكو المركة وما من حظ واحد ليس أمسكنان ولا نصيب النصيب نمسكنان واسمية حظ يا نصيب واحد ليس أمسكنان لذي البعدة فقال سشيء صاحبك أها واحد ليس أمسكنان مع القريب كيد لو أمركو لتشوغو في الإرث اللي حلق دعي وكيد لو أمركو لتشوغو وحويان بانري والتقديم يعني وحوي بالدرجة ولي تقديم بالدرجة أما التقديم بالقرب ولي لو أشاء ميك اللورد ويهي أياك كدولة غفر مرينة يا كيف وقال ابنك ابن الابنك على غفر مرينة أبسنا جدك على غفر مرينة جدك السنة كأوكسك يا غفر مرينة ساسي والأخ والألكي إيا والعم أديركي أو لأمي إيا وأبن بقى وشقيقي عمك يا أخا أبو يو هو يبا ميتا كالولال عم أديرك أولى وغحق ليه من المدلي ولالكي أم أديركي كسو دواني بشطر النسبي نسبك قيسي كسو دواني معنى وحوي أخ لأبن يا أخ شقيق أخ شقيق الذي جهب ميتا وغسو دواني طبعا لكن أخا لأبكا نصبك قيب كميدة بقيم معناه نصبك وهو يو يا أبو الزماء شطر النصب سازو لسيب يعني نصبك نسكي بقيم وحق أبو قيم كان حق هو حق أبو قيم كان حق هو حق أبو قيم الآياء وغحق نماله كابن عشرية كتين بقيم أذيركي نزور واسدوك لك أذيركي معناه وحو حق هو حق أبو قيم أذيرك أهميتك وغحق نماله هاي أذيركي حق أبو بس ميت أذيروك هذا المعنى لي وتقديم بقوة القرابة وي. قوة القرابة معنى واحد وإيه ولا واحد يقبلها قرابة عام بعلو واحد يقبلتي عمك الشقيقة يا كحو قدن مثل اللي أبقى أما أخ الشقيقة يا كحو قدن مثل اللي أبقى أما ابن عمك شقيقة يا كحو قدن ابن عمك لأبقى وحنا نري يعني الترجيح بقوة القرابة لبجهة بس كشابان جهة الأقوة هي جهة العمومة لو ولسوا ويسوس جلية قوة ذوس جلية ساسو يا وحوكو كان جوناسيو كلاسو قيبة كمدة كل هرمرين سالة كل هرمرين ايو حتى بدا باب الحج دي او باب حسن كتن بيئة سيئة وكو كان جونا باب الحج دي لان وحوي اصل كا وحو اها ان معنى وحوي ابيادا لو كلاسو حج دي قلو كان إذا أي شيء جاب يانا معنا واحد ويأكل له الرئي نيال باب الحج باب معنا مراد الله مرت واحد ويقيبك من إن شاء الله تعالى وقذها للجونا القاس في الدنيا والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث والأخوات إن تكن بنات فهن معهن مع الصبات هل كواحد كذا صبحني عصب النفس وعن اللي والله استوميت وقلت له هذا المعنى زي ما يك أي كان بدي كل حاجة وأنا صوت لي. إذا الله كره هرمون اللي يهدين فيه ما دانا وأنا صوت لي. طيب. قيت اللي بعد عصبة قيدها لكم إذا وعصبة بالغيب. معنى واحد يض النفس بعصامها لكن عتك لهديها صوت عن تقبصة ويكون عصبة بيتا. وزينا. فاكنا واحد وقبلها هي ويلشة قبلها هذا هي أخواتها وزينا. يا أخواتك صدح روضاتي حبيه معناها وحوي أي لتشوغان ند ولا على أيهين أو أي سدرتين وعصبينه وعبد الله قطع البنات من أصحاب الثلثين صبيه الثلثين دحل الثلثين يا هيا وحيا هيا أفر بيه أفر كيف أبدأ البنات وقبله ميسي بلاي بنات الإبن ومعنى واحد يميز فيه فيه ثمان كيسة طبله بلايا هي أخوات شقيقات هي أخوات لأب وكذا أصر ثلاثي متى استوال عالكون هذه اللي ما دوت عصوه إلى النقلين استقع عصوه لي وكذا استقع دراجي عصب الله النقليان بينما استقعوا هذه كم بقيها هاي النقليان عبد الفروض بيجدر مليا عبد الفروض واتيه عن كيسة ومرلي
حدي لكن استغل هلا وحوي أن أوعى الطبيعة وحي أوسو هرنا حدي معنا أي كل جور نقرانا للذكر مثل حد اليوم طيب بتوقع السنة أوكي حدي أتحاول تروح بس وقالنا وحي أوسو هرنا أي قاعدة بتوقع السنة أي مدركة مركا هو صاحي لنا عصاب الغير بالله طيب أخاك مركا ولالك في عصبين يقولها في واحد شرط إلى الدرجية إلى الدرجية هي بشرط ومعناها واحد ويمد وما يكتب عليه وإن أمد عصبين وفي ما يكتب عليه أوكي. هو شقيقاتك ولا قبلها ومعناها شقيق وحن كده ولا لها معناها شقيقاتك معناها واحد عصبين وإن هي أكثر أخواتك لأبكى تعصبين يوائل يهي أخ لأبوائل وإنه في الدرجية وحلقته استثنون يا بنات الإبن بنات الإبن وحلقته استثنون بنات الإبن إيجا وحا عصبية مثل الدرجة أما هالنقضة ولا الكوت أما إلا بركض النقضة كيف إلا بركض كل أوسع مثلا وحوي ميت لغوي البدن لبديين مدو خدالي جواد خدالي من نجيل بودا لماذا يويل ايه ميت خدالي ميت ايه لما تشوغان اخرى ودنكم وحاك ميت شوغان ميت جواد اوو اياه اوويل في خدالي ايه مستر اوويل اوو اياه اوويل كلا اوو بالي مدرس ويسع الطبيل ايه ويسع الطبيل ايه حايا لواء المادر صواب واء المادر درجها واصف ليه ولو يسوال على اهالينه درجها وكتبين حقا درجها وكتبين وحا كلاو بنات الابن عصبين يا حبي أبا هذا وإذا شرطي ابن الابن صهو خير مثلا وحا ويوابنت الابن يوم ما يسويل كيسي بعد ذلك ودل مجرد وحا عصبين يا حبي أبا هذا ابن ابن الابن ويلتو ميتو بلاي ويلتو بلاي ويلتو سي بلاي ويلتو سي بلاي ويلتو معنى هل درجة توصيه كاسا عصبيني قرمو كاسا عصبيني ومتى أباحت قرمي أباحي كرسا ومرتي أي دعمه ومعنى وحوي أي دحلوي أبي دحل هلا يسو وأصحاب الفروض معنى وحكو هلا يسو وما أباحنا ويسو يسكتون لكن هبي معي إذا أمه قصئين يسو وحبيه ليني ويسالمي ظنه يسكتون مثلا ما يزعل فيه مركز يكتر إلى وقف دوت وقود عليه تجيبه لوقف دوت وقود عليه أي يكتر وحاك لو يكتر بنت الإبن يكتر وحاك لو يكتر ابن ابن الإبن يكتر فقط أولها مركز وحاوي إلى وقف دوت ما يكتر إلى حد حليان ثلثين إلى حليان ثلثين هذه قاسانة بنت الإبن ودعي لأنه كل شيء قادم في توحبين في مستقيلة في الثلثين هذه الثلثين يجي لوجه قبل وجه قاسان كل بداها بنت الإبن ودعي أوكي ما يسأل في مركة أولواء بعطي فوصة وحق الله وحق يلي في مثل في مركة وحق ويال أي محلها وحق عصب النمام يسأل يقص وقصه فأصدر كده كده فيه في الثلثين مركة في عصبات اللغلي لدى كلمة لحد اليوتين يبطع وقصة الثلثين حبيت الأبع هني لكن مبع مثلا بيت بعد اللي مثلا كتبت الجبر هي الجبر كلا معنا واحد الجبر بيجي هي ويجي في الجبر وملاج بعد من الجبر هي وكتبت مثلا عبارة في الكتب أما معنا واحد ويان ابن الابن مثلا ابن الابن في الكلمة على ده سو كلاسو جبر بيجي في كده دخلت لأن واحد ويان وحنا وين في سيد الجامعة سوق اللغة سيد السيرة أحلى سما وما بعنا بس كاتين وعصر يبا هذا واحد وصارنا وقاعدا هذي كنا نكتب يبا أوكي هذا واحد وصارنا وقاعدا هذي كنا نكتب يبا لكن وما يبان الحياة لي ويتكاب صلتا كده شيء معنا الشرط يا استجع أو أه إن سوى عصريني جوابه عصريني ولك مني هاي يا واحد أنت سوى ربني فلا تقولي فلا تقولي جاي واحد عصرين كنا نقدر كده ولا أو ولا نقول هالنقطة من أدرك هالنقطة هي مكتها وصية لكن لشرطي وإلى إبهاني أبيت الإبهاني ما هو عصبين كريم
هذا هو حل الهلا عصب بالغير بليان غيث أفراد حيث تبحاد عصبة وحوية عصبة مع الغير عصبة مع الغير معنى وحوية مركي الدكة اللي هو يعمل بيكوع عصبة وحي نصي توقع ليه اللي وقع يبقى توقع ليه أخواتك الشقيقاتك إيوه قبلها أخواتك يعني أبكى مركي اللي هو يعمل بنات السلبي أو بنات الإبن مركي اللي هو يعمل وقع عصبة يعني واحد مثلا واحد واحد شو بنتقوا من شتتي هي اختقوا ولا شيء اختقوا مثلا حين غنيزة عصبي الغنيزة ما حي عصبه كل قطي وحي كل قطي جابر من كل كان كده عصبه كل قطي في ذا ثلاثة بنات الابنجة بنات الابنجة هذه اي اخوات كل شيء وقال اخوات عصبي الغنيزة او اخوات كاسة هالنقلين تقيقات هالنقلين اما اللي افهم الغنيزة وحالي لهذا عصب مع الغير بلد وفي حديث معنى رحوه في سبيع الظنف إلى بخاري ورمه يعني موسى الأسعري في مارسي وضمين كريم وكذا وفي كريم ابن سعوث أسرع وفي معنى رحوه وحي هاي الجنس يا بنت الابن يا أختها وكذا مارك يسوه إلي جنسوه نسبة إلى بهاي أختها نسبة إلى بهاي بنت الابن هو رحمة الله اللي يسعوه من تلوجه وفي مارك حبنيه إن بنتوه أي نسبة إلى بهاي بنت الابن يقول السيد السلاء لهي وحي صهرنا عيلا لهي اختبت شقيقة لي عيلا لحيث قامتي لأنها عصب النقطي مع البنات وكذا ثالث نوع حالي لهذا عصب مع الغيب عصب مع الغيب لو لم يتمكن لولا قيود بتهتين والابن والالفي والابن ويلفي هي والأخ والالفي مع الإناث لدي الجميع يتحال أيهن يعصبانهن لدي في ويعصبين يوم في الميراث بحيث بحيث ويكون عصبين يوم والأخوات معنا ابن جح وحسوق لي ابن الابن جبا سوق لي جبا أخنا وحسوق لي صفيفي يلي أبتل صور جبا والأخوات كبه ولا لها أها إنت كن هديتها بنات هديت به ليس ليس شوغان فهن أخواتي معهن بنات معهن معصبات هو العصبين يوم يعني هدين ولا ليه ميت شوغان يتبقها أهان قبله ميت ملينا أي شوغان هو في ولا ليه إيه عصبي لن نقنيا أي كل نقنيا قبلها ميت مرك اللي شوغان أشوغي لمرك أخواتك مرك يقولي أخواتي شقيقات كها هي أخواتي اللي أبقى بسير الجنة ماشوا بنات شقيقين وحشور الجنة بنات الصلب هي بنات الإبن بسير الجنة بذلك هذه انت عشي اسمك شوغان وحيطلون قليان عصب مع الغير بيت من الغير وليس موسى لها من بطول في النساء هوارك نحن موسى لها قرا ممان صبا عصبة عصبة مثلا إلا التي في مويانه منت ثم النسل يجلسي أما قد الله بيسطي بعفق الرقبة قارت حرين ديركي في قد الله بيسطي مويانه وعصيري فوين صبا يسيطة ضدوبة وح عصباءك مجلسه إلا سيدي وحريك مويانه عصبة هو هكذا ونسيره وعصبة بالنسل وحوال او عصر بالنص كثيرا مثلا الا سيدي الحريتين محلى وحوي ليس الحريتين لكن انت وانك لو واحد يتوجل عصر مع الغير لو يتوجل ايان هوايتي عصر بالغير لو يتوجل لكن عصر بالنص وحوال ما يتوجل ايان الا سيدي الحريتين لان وحوي هدي عصر الله اطلاقه وان وحبا له قيدين وليل العاصب لبقى أما عصب الله إذا هدف وحيكون حيثا عصب النفس متبعي هدي قليها كما لو نكر وإلا قيدون إذا عصب بالغير أما عصب مع الغير وإلا نكر لكن عصبها هدي اللي سنجع بهم وحا لو نكر عصب بالنفس ما لو نكر الحياة ليلة عصب بعض الهيضة وعصب أصب الله كلا سيئة مركا هوانتي لما قيمت بكثة وقليان تعصيصة كثة وقليان إلي إنه نسل عصبيان
من معنى وحوي قبلها لعب ثمان لو لا حاله بسيطة يوسف الدنيا معه وحمرت برامسل بهل اختبى في قضع اما اختبى اللي ابتع هذه اي نقطة عصبا نقطة هذه عصبا نقطة وحوي وحي لليسا ودي اودي ولا الكيرو تليه لليسا ودي اودي ولا الكيرو تليه لليسا مثلا وحوي اخت شقيقة هي وحي لك سامع البنات عصبا نقول انسان وانسان الزور مركي عصبا نقصه وحي كبك ميسا سيدي اخت شقيقة تليه ابدي شو تليه لليسا هديل الى هذا حج بيها يصير يضبط لكن احنا هو رساق يشوف مو كده ما انت عملت اللي غفي لي اخ شقيق وكل اللي غفي تعالى مثلا لو شغلنا مثلا ميت بعد انت مركز هو كتلي بنتون هي اخت شقيقة هي اخت اللي ابو شقيق بنتون هي اخت شقيقة هي اخت اللي ابو شقيق بنتون معينا بهاي نصف بينام اختبنا وحيلة بهاي نصف ايضا الليل عمت ايضا وعصبة عصبة مع الغير اختبى اللي ابكى انا وانا حجابي محل هو حجابي يا حجابي انت وحى حجابي انت اختبى انت في طلبة حجابي اما اختبى وليس تسعر واحد في الهلا بنت هي اخت شفيقة هي اخل ابدا اخل ابدا وكده اختنا شقيقة بقى مركي ان اختنا بنتبه نفسينا نفس طوهر وحا قادر انت شقيقة قادر انت حتى ولي مكي قادر انت شقيقة قادر انت حتى ولي مكي قادر انت اقي انا وضعي يا ربي وحا ربي اختنا شقيقة بقى ربي وحا ينا كل ربي مركي حتى ولي حتى ينا حتى ولي مجر ربي فتوقع مثلا ليش وحا كنو مثلا وحا ويليش يبقى وحوكتك زوج إيوه مثلا واحد يقول هذا يعني واحد كده على أم إيوه أخت شقيقة هي أخ لأبو كتير مثلا أبكم حولي محولي ما يقف عدين أم بها مثلا أم الله وحيلة بهاي وحيلة بهاي تودي سبيلان أخت شقيقة هنا يوضع وحيلة بهاي نس سبيلان أخ لأبو كتير وعصبه وجد تجد يوف نس الأصل مسألة من ستة يعني تداخل بعد الحين لو ده واحد قاعد نيسا وحنك أمري واحد قاعد نيسا هل ده قاعد نيسا وقتلي سبعة من واحد قاعد نيسا سبعة من قاعد نيسا ما سوى عليه لا ما سوى عليه لو ده أصل واحد قاعد نيسا أصل اللي أتى هذا قاعد نيسا وقتل سبعة من واحد ورثاج من الصورة غير وحيقوه رثاج ويدلعنها عصومة وكده بينما الصورة دي هراء اي وحبا اجيزي وشتاك وحوالي جير وخارج بحاجة لوحي النقطي عصبا مع الغير بينما وكده مالك اختبى الشقيقة دا اي اختبى اللي افتع عطي عصبا النقران وحي النقران جيزي سيلا اخ الشقيقة اوكي اخ الشقيقة اوكي لمجي مثلا اختبى الشقيقة دا اعطي عصبا النقطه وحي بديك اخي لأفتع وحي بديك اختبى اللي افتع وحي رديسة ابن أخي وحي رديسة عمتي وحي رديسة نفح من قبلها كل إيلا رديسة وعمرتها حصب الله لكن هذي الفرد سوى حصواء السلوهين انت من المرد ما قرأت اختبى اللي أبكر واسده طلب اختبى في قامة الناس كبه حضر اختبى على الناس السماته وإيضنا حصب مع الغير أي نقطه إيضنا سيده وطلع نقليه يعني أودي ولا القيضة وطلعته هي إيلا ليسة وحل وحي كسفية عصبها عصبة النفس أضمن إلى جري ومن هنا يتضح مسألة هذين دول الأنفر بالليل ومعناه وحوي عم يأخت شقيقة يسنكه ومع البنات يعني وحوي أختبى شقيقة دي عم كوريني يرى عم كوريني ومعناها عصبة هي اللي مع البنات والإبن ويلكي هي والأخ ولالكي ومع الإناث قد جميع الشأن يعصبان هن ويعصبين يعني في الميلاد اللي حلقة نحن في بعض صبينا وواحد وحقيقة يسرى يعني لذكر مثل حد الأنثيين
يعني واحد يجاوده له الشهيد له هاي يمكن له الشهيد له والأخوات ولا له تبيه ولا لها أها ليس ولا لها أها أما ها هذا الحق هي حق أبو أم حق أبو غشة إنت كل هذي أهاته أول له لهم معنا وكان لدي سامر إنت كل هذي له بنات قبل هذي له أما قبله ليس لها نغضي أما كوي له بلها نغضي فهن أخوات كاتي معهن بنات معورة معصبات والعصبين منه وليس مؤتنها من كل نساء هوين تكفرون سرا تمام صدبة عصبة وحصبئي تنشفه إلا التي يعني عصب النفس يقولكينا إلا التي نجي مياري منت جنريتتي بعث الرقبة قرص حرين كيرا ميكي كل دلما يتكي مياري ومدى سيرا وحوي وعصبة بالنفس يتكلم عصبة لم تأتمرك السببية ده كنت ماذا عثك وكنت ماذا أيوه وحي إيماني مركي النوايا عصبة المستميرة كل جبتنا أنا مركي عم بيباشك يعني سيد فيئي عصبة دي في جنسة فرما إيمان كرتان ومركي النوايا وحصبة أول مستميرة مركي النوايا كل جبتنا مركي النوايا مركي إيمان كرتان لكن في كلاته أيوه كما إيمان والله سبحانه وتعالى على رسول الله وسلم على ربينا المستميرة المستميرة مركي قضيه رحوه يدي وحنفقد منه يا قضيه رسول صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله تبني مرة تبني بوين أدان كبر راحنا على نوام بادي وصلنا بالنوار ملايين أدان كبر راحنا على نوام بادي وين مركا حديث معه المسيح صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بكور لي إن أمي صلى الله عليه وسلم سائل حديث وأقتدى مع البنات المسيحين حتى ما تبني بوين سقيقة شو لو هذا أخي سقيقة أولا هو يقول سنة لو وصل أرمركم لأن الجهادي يدرجيدي هي قوة القرابة والقسمين تبدأ حلما مرحبا بكنا هذا وقيتنا عبدي لبيهين أولا على وقت أنت موقع لديك يعني كالجينة عبدي سيدك إيه نكد إحنا رمضنا وقع لديك نكد تحيب لجينة وهذا رفوح دي أفر مقدار أفر مهروض على وقع لديك دي أصحاب الفروض بس وذل أصحاب الفروض مثل القاتل كده بيقى في إسوها يصال الله وقعنا عبدي كله بطيه وأصحاب الفروض أي تنسوهن وحويان بيجا قاطع وطجمين والعظيم كبير الكبير والأخوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف باب الحزم والجد محجوب عن المراد بالأب في أحواله الثلاث وتسقط الجبات من كل الجهة بالأم تسحم وتسمع الشهر فحن تظهر السرين كتاب في مصر الرحمية يشرح في أصول السرين كتاب في مناطق الجهية لوطها مسع الصواح وبحلف ليوم إذا الله صلى الله عليه وسلم أيها الذين يقولون ويلا تسلم أبي عطوه السويدية لغته هي أبي عطوه المسلمين لغته أبي بالنفس لغته بالغير هذه لغته مع الغير هذه كل ما حوالينا طافا على ذكره أنت العاول بالسلم من وقت الأولى يا مصدر أي موضوع عاد إيهما مثل في العلم الصالح عاد المؤمنين وبدون هنا وحويان وعرفت هاي تدي معناها وحويان فتح حالك ومتيشتي عدوا لحتى بالوصف باب كان وحوي باب الحج بالين باب الحج هيا لنا هيا حج بيقان وحا لنا هيا لغانا أصلا فحلقنا من قبل يعني سيقا باب طول الشاشة روحة بيديدو وحا لنا هيا عجب فلان من فلان يعني من هذا البوي في بوي في بوي حتى القتلة كالي أما اصطلاحا وحلنا هذا المنع من الإرث بالكلية أو من بعض يعني وحوه إن روحي محلتي لودي أو محلتي وطنبا لو رجي أما غير محلتي كمدار رجي يعني وحوه
طيب يرضى الله فينا السهل يرضى حقوق هذا ليا وسهل بيفرها بالله حقوق هذا ليا عجل بمركة ولم تيبوت طيب تقول بعد وحل الهلا الحجل بالصفة الحجل بالصفة يا لنا روحا واحد حلقة أجيبه وصفة تقوم تيوي صفة تقوم تي أي هذا حلقة أجيبه واحد تنسون قليا مركة موالع الإرتجاء الزمر موالع الإرتجاء الزمر لي وحجل بالوقتية أو بالصفة لنا لأنه حوي قتل أيام بزقهم فرغزوا الحجل بي رفقي يا أبانوها فقم في ورحبوا لحجي في أوكي اختلاف الدين بعناكي ينسى وعناها فقم في لحلق بيكي يعني حالي لا حجب بنوصف بلده وبسي بلده فإيش الله بعد حج يتم دواحوه وحجب بالشخص روح إنه معنا وحوه وروح إيه كلا بحلق طول الشخص وأنا بابه كما تعاوى وقام لأنه لو أنت ما تمر كم سنة في كربحة يا حد الشخص يا أخي أنا وقت بروح كربحة روح ال الروح كلا شخص في بحالتي أو يدور معنا وصل يجي يدخل الشهر ثاني لو مش بالغني إن بحالته أو ما بنودي بوجود شخص أقرب منه إلى المين لأن الروح كلا من شيء كحجة أيام من شيء فهذا راجي يا مرتب حالتي وقلوا بدي الله عز وحالي لهذا عجل الحرمان بلد وانا بعض كان موضوع اقول بسوء هاي وانا مجد مثلا واحد ابني ما ميزة شوغة ابني ما ميزة شوغة اختروا اما يعني اخوضوا محمد حاليا هذا حالك وديني بوجود الابني اقدر اعطوا هذه ميزة شوغة إخوة ميزة ميمانية محمد أحليان هوني هذي ميزة تشوف أيها ميزة ميمانية حاودي لدى حالكي وحاودي لي روحا يجيب تغيبه كان سوكتان كيبه ميزة تشوفه أيها كانت هنا لدى حالك واحد أوكي بحاجة الحرمان بغلاء كاسمك يعني لدى حالكي وطن بغلاء جهور كينا يا أولو كينا فإنت لما أرحري حجب النقصان بغلاء حجب النقصان يعني لو مدي لي صاري وتحلت وطل لو مدي لي لكن وحاجة لي بحلت في سيوان بحلت في جلية